بنجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا، واتكلمنا كتير يعني عن بعثتنا ودورة ألعاب البحر المتوسط، ولكن برضو لازم نكون بنستعرض معاكم نتائج مباريات امبارح. كنا بنتابع في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأخيرا انتهى الدور الأول من الدوري، كانت مباراة مؤجلة الجونة في مواجهة الأهلي واللي انتهت بالتعادل السلبي. وكمان كنا بنتابع مباراة ضمن منافسات كأس مصر هذه النسخة في دور الـ16، وتفوق سموحة الكبير على كفر الشيخ بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد تم تسجيله يعني في الثواني الأخيرة، وبنيران صديقة كان يعني نادي سموحة متفوق والفروقات كانت كبيرة وواضحة جدا. بالنسبة لمباريات النهاردة في كأس مصر وبرضه في دور الـ16، الساعة 6 طلائع الجيش في مواجهة منتخب السويس، والساعة 9 بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا. يعني دي المباريات اللي هنكون بنتابعها النهاردة، ولكن طبعا بشكل عام يعني ماتشات كتيرة في الفترة اللي جاية علشان بإذن الله يكون الموسم بينتهي في ميعاده، وبطولة الكاس السوبر عندنا بقى يعني حدث ولا حرج عن المباريات والبطولات اللي جاية طبعا. وبعد 21 مباراة للنادي الأهلي و23 مباراة لنادي الزمالك، أخيرا يتساوى قطبي كرة القدم المصرية، ولكن مش في عدد النقاط المحرزة ولكن في عدد النقاط المهدرة. 18 نقطة فقدها قطبي كرة القدم المصرية سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، ولكن كل واحد طبعا عن طريق عدد من التعادلات والهزايم. يمكن نادي الزمالك أكثر هزيمة من النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي أكثر تعادلا، ولكن بالحسبة كده وبالورقة والقلم كل فرقة فقدت 18 نقطة. نادي الزمالك من خلال 3 تعادلات فقد من خلالهم 6 نقاط، و4 هزائم فقد من خلالهم 12 نقطة، يعني الإجمالي 18 نقطة، في حين النادي الأهلي اللي يعني استطاع إن هو يفوز في عدد من المباريات، ولكن الفوز بالنسبة للنادي الأهلي مش كتير بالنسبة لأن هم لاعبين 21 مباراة، ولكن لو هنتكلم على التعادلات 6 تعادلات بيخسر بالتالي 12 نقطة وهزيمتين، فبالتالي النادي الأهلي محتاج إن هو طبعا يركز في المرحلة القادمة، لأن في اختلافات شويه او بعض الملاحظات. هما الاثنين خسروا 18 نقطه، ولكن نادي الزمالك لما خسر المباريات او خسر ما كانش بالتبعيه او باهدار النقاط ورا بعضها، لان هو في البدايه خسر من النادي الاهلي بنتيجه 5-3، بعد كده خسر من سموحه وده كان في بدايه الدوري، المباراتين دول كانوا في الاسبوع الثالث والتاسع، بعد كده تعرض لهزيمتين متتاليتين كانوا امام كل من ام بي في الاسبوع 18 وطلع الجيش في الاسبوع 19، والتعادلين كان امام كل من النادي الاهلي 2-2 والبنك الاهلي 1-1 فاركو 0-0، والمباريات مش ورا بعضها في تفاوت. ولكن النادي الاهلي ونقص الخطر اللي احنا اتكلمنا عليه ان الانتصارات اللي حققها كانت بصعوبه، سواء انتصاره على غزل المحله في الوقت المحتسب بدل الضائع او امبي في نفس التوقيت، او حتى لما فاز على استن كومباني مباراه طبعا اكيد كانت من طرف واحد. 10 مباريات للنادي الاهلي ب 30 نقطه، تخيلوا لما نقول النادي الاهلي نلاقي ان النادي الاهلي في ال 30 نقطه دول ما جمعش غير فقط 14 نقطة، وده كان من خلال 9 نقاط اللي هو حقق فيهم 3 انتصارات و5 نقاط من التعادلات. من امتى النادي الاهلي الحقيقة لما بنتكلم عليه ان هو من اصل 30 نقطة بيخسر 16 نقطة؟ اعتقد عدد كبير جدا من المباريات اللي كانت ورا بعضها للنادي الاهلي، عارفين طبعا في تلاحم مباريات وضغط كبير جدا، ولكن اصبح في مشكلة وكلنا متفقين عليها، سواريش المدير الفني الجديد بعيد تماما ان احنا نقيمه دلوقتي، ولكن واضح قلة التركيز من اللعيبة، كمية الفرص الكتيرة اللي جت امبارح للنادي الاهلي، اعتقد لو كان في توفيق للمهاجمين بنسبة 50% المباراة دي كانت خلصت مستريح بالنسبة لكلا الفريقين، ممكن 5-1 بدون تقليل طبعا من فريق الجونة، ولكن ده يعني كناية عن كمية الفرص الكتيرة جدا للنادي الاهلي. فواضح ان في مشكلة مع سواريش، واضح ان في مشكلة مع بيتسو موسيماني، واضح ان في مشكلة كمان مع المدير الفني سامي قمصان، لان النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم لما بدأ الهزيمة من المصري بورسعيدي بهدف مقابل لا شيء، بعد كده حقق فوز على استن بـ4-1 وام بي بهدفين مقابل هدف، ولكن اتعادل مع الجيش 0-0 وسيراميكا 1-1 والبنك الاهلي 0-0 ومع الزمالك 2-2، فاز على المحله 2-1 وخسر من سموحه 3-2 وتعادل سلبيا مع الجونه. طبعا انا ما قلتهمش بالترتيب، ولكن بقول لحضراتكم اجمالي ال10 مباريات، وهنستثني مباراه المصري بالسلوم لان دي مباراه في الكاس، وايضا مباراه بتروجيت لان هي ايضا مباراه في الكاس، فبالتالي لما نقول للنادي الاهلي 10 مباريات في الدوري العام الممتاز ب 30 نقطه بحق النادي الاهلي فقط 14 نقطه من اصل 30 وبيخسر 16، اعتقد ان دي كبوه كبيره جدا للنادي الاهلي اللي ما كانش قبل كده في الدوري العام الممتاز اتعادل في اي مباراه غير مباراه فيوتشر اللي كانت بنتيجه هدف مقابل هدف لكلا الفريقين او تعادل ايجابي بمعنى صح. فبالتالي احنا لما بنقلق على اهلي او زمالك بنقلق على منتخب مصر بشكل عام، لان هم في الاخر القوام الرئيسي لمنتخباتنا الوطنيه. اعتقد يا مرهان
الوضع دلوقتي في النادي الاهلي واضح فعلا المشكله مش مشكله فنيه في الاساس، سواء طبعا بيتسو موسيماني او سامي قمصان او امبارح سواريش، لسه ما بانش الفكر الخاص الراجل، ولو هيبان هيبان بفكر تكتيكي او رقمي في الملعب، ولكن لسه الاسلوب اللعب مش باين مش هيقدر يطبقه دلوقتي. ولكن لو يعني اتكلمنا عن المشكله واللي الجمهور النادي الاهلي يعني بيحط عليها 100,000 خط، هي مشكله لعيبه، وانه حاسس ان اللعيبه البعض منها مستهتر، البعض منها مش فايق، البعض منها لا خلاص بقى انت مش حاضر اصلا، مش عارف قيمه التيشيرت. الوضع كله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في استياء كبير من اللاعبين اكتر من اي مدير فني، لا بيتسو موسيماني ولا كابتن سامي قمصان. طبعا سواريش وضعه يعني مرفوع عنه كل الحرج، لان هو الراجل لسه جاي ومفيش وقت ان هو يعمل حاجه، وصعب جدا ان انت تقيمه. ولكن الفكره كمان والمقلق بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وللمجلس وللاعبين كمان، ان هو انت عندك بطولات كتيره بيتم حسمها في السيزون ده اللي النادي الاهلي فيه في اكتر من مباراه واكتر من عرض مش في احسن حال. ولو هنتكلم يعني بشكل عام السيزون عامل كده، على مدار بقى الاسبوع اللي جايه والاسبوعين اللي جايين النادي الاهلي عنده 3 ماتشات مثلا اللي هو ورا بعض، يعني اتقل ماتشات ممكن يكون بيلعبهم على مستوى السيزون المحلي بالظبط. عنده فيوتشر، عنده بعديها بيراميدز، وبعد كده هيكون بيقابل النادي الزمالك في نهائي بطوله الكاس 2020. طب احنا كده بنتكلم على يعني ضغط كبير جدا في المباريات وتقل المباريات، اصلا صعب ان يكون النادي الاهلي وهو في ظل ظروف فيها ضغوط كده، وعنده عدد كبير من اللعيبه مش في افضل حالاتها، وعنده مدير فني جديد داخل على طول على الوقت السخن في السيزن. فالمشكله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي دلوقتي اللي هو لسه كان في خساره من سموحه، بعد كده تعادل امام الجونه اللي هو مش في احسن حالاته خالص برده، مع كامل الاحترام طبعا لكل الانديه في الدوري المصري، ولكن بنتكلم بالورقه والقلم وبالنتائج يعني على مدار الاسابيع اللي فاتت. فبالتالي هنشوف هل هيكون في اي تطورات بتحصل في الايام القليله اللي جايه، خصوصا انه مفيش حاجه ممكن تقدر تعملها على المستوى الفني، ولكن على المستوى بقى الاداري الذهني، جلسات تتكلم مع مين، تقدر تغير ايه، تقدر تحمس اللعيبه ازاي. طب احنا مثلا بالنسبه للنادي الاهلي اللي كان فيه فرصه ان هو يبدا يطلع لعيبه صغيرين في بطوله كاس الرابطه اللي هو كان واضح جدا نيته فيها ان هو مش هيكون بيتنافس عليها، وبالفعل فعلا ظهر لعيبه ولكن مش بالعدد الكافي اللي هو مثلا يبدا يكون بيطعم بيهم او تحس ان في تغيير مثلا كبير حاصل على قوام الفريق. اه طبعا زياد طارق نزل وشارك وصنع هدف امام غزل المحله اللي سجله محمد شريف، ولكن برده بشكل عام كوكا برده موجود، ولكن تحس انه في عدد كتير من اللعيبه مش في افضل حالاتهم، فلو في بديل ممكن حتى لو صغير في السن ويقدر يكون بيستفز اللعيبه فاثار جيد. يعني انت بتعرف على طول الكوره لو في حد على الدكه وعايز يلعب بيسخن الاساس. الخطا اللي عمله عماد السيد والفاول اللي كان على 6 يارد ده اكتر حاجه يعني تبين النادي الاهلي اللعيبه ما كانتش في حالتها، يمكن دي فرصه هدف محقق، وشفنا طبعا كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي دي كانها ركله جزاء ومن مكان يعني واضح وصريح، حتى كان واضح ان خلاص علي معلول عايز يدخل وشوط وخلاص، ما شفناش في جمله لان هي طبعا ضربه حره غير مباشره، فلازم تلمس من قبل لاعبين قبل يعني التصويب، او لاعب بيديها اللاعب قبل التصويب، ما ينفعش يشوط في المرمى على طول. ولكن انا مريهان قالت حاجه مهمه، الجماهير هي النبض الحقيقي او الاحساس الحقيقي لاي فريق. انا امبارح يمكن صدفه، انا عاده بشوف المباريات لوحدي، ولكن امبارح صدفه ان انا شفت المباراه في وسط جمهور كبير جدا من النادي الاهلي في حاله عدم رضا، وده الجمهور الحقيقي بقى، احنا ما بنتكلمش جمهور السوشيال ميديا اللي ماسك الموبايلات وبيكتب تعليق ممكن يبقى بناء على حاجه مثلا مش حاسسها قوي او يعني احساس نابع من جواه. الحقيقه جمهور النادي الاهلي غاضب تماما من معظم اللعيبه، مش حاسين ان في نجم اوحد في الفرقه، ابتداء من محمد الشناوي اللي زعلانين منه جدا بسبب المستوى حتى في اكتر من كوره، مرورا بخط الظهر، مرورا بلاعبي الوسط لحد المهاجمين، حاله عدم رضا كبيره جدا. ودي الكوره اللي انا بقولها لحضراتكم، وكان ممكن تتلعب احسن من كده، وكان ممكن يبقى في زوايا اكتر وخداع لحراسه المرمى او للحائط البشري، ولكن لم تنفذ بالشكل الامثل. يعني حتى عمرو السوليه واقف ورا كان لسه بيتكلم مع الحكم وعلى حركه الحيطه، ولكن كان واضح القرار ان علي معلول اللي هيشوط، فبالتالي صوب بالشكل ده وضاعت فرصه محققه للنادي الاهلي ان هو يحقق فوز. وارجع تاني يا مريان اقول لك، انت دايما يعني بتديني كيس كويسه، فعلا جمهور النادي الاهلي لو انت حسيتي قد ايه فعلا غضبان من لعيبه النادي الاهلي. بالظبط، مشكلته مع اللعيبه بشكل جدا يعني محمد. البعض طبعا بيقول ده بسبب رحيل بيتسو موسيماني، موسيماني اللي كان عايز يمشي، الموضوع مش اداره فنيه قد ما فعلا اللعيبه
واضح ان هي مش مديه كل اللي عليها بقيمه النادي الاهلي والتيشيرت الخاص بيه. زي ما قلت لحضراتكم من امتى النادي الاهلي بعد التعادل مع فيوتشر 10 مباريات 30 نقطه، النادي الاهلي بيجمع منهم 14 نقطه وبيخسر 16، يعني لو كان خد ال 16 نقطه دول كان زمانه واخد الدوري بفارق مستريح جدا عن اقرب منافسيه، ولكن هو كده ادى فرصه ان احنا نشوف اشتعال في مسابقه الدوري العام الممتاز. بنشوف بقى بيراميدز كده بقى اصبح في الصوره وهيبدا يفكر بالحسابات وبالارقام، نادي الزمالك ايضا بدا يفكر بقصه المواجهات المباشره. طب النادي الاهلي هيخسر تاني نقاط ولا ايه اللي هيحصل؟ حياه الدوري اشتعل واصبحت المنافسه موجوده، وبنامل ان شاء الله فرقتين كمان من تحت كده سموحه وفيوتشر مثلا يدخلوا في المنافسه عشان نحس ان فعلا الايجيبشن بريمير ليج او الدوري العام الممتاز في نديه وفي اثاره يا مرهان. ان شاء الله ده اللي يكون يعني بيحصل، الاثاره تفضل مستمره، ولكن بنتمنى يعني يكون في استقرار دايما لكل الانديه المصريه ويكون على مستوى بقى الكبيرين قطبي كره القدم المصريه اللي هم دايما بيكون ليهم دور على المستوى الافريقي في تمثيلنا. يعني لما بنتمنى ان احنا نشوف الانديه المصريه بتوصل لابعد مسافه في بطوله دوري الابطال وكمان في كاس الكونفدراليه، ده اكيد كمان بيكون بينعكس على المستوى اللي ظاهرين بيه في البطولات المحليه. ف نادي الزمالك طبعا مع مستر فيريرا بيحاول وبيسعى وقدر ان هو يكون بيعمل تدعيم من صف الشباب الصغير وقدر ان هو يكون بيستفيد بيهم، ولكن برضو نادي الزمالك عنده يعني بعض النقاط اللي لازم يكون بيشتغل عليها. النادي الاهلي نفس الحال، وادينا شايفين انديه دلوقتي بقت موجوده وعدم ضغط المباريات الكبير عليها بسبب ان هم مثلا مش بيشاركوا في افريقيا، مديهم كمان بعض الراحه ومديهم بعض الافضليه ان هم مع سيزونز كتيره كانت ملتحمه لعبتهم افضل حال من لعيبه ممكن نكون بنشوفهم مثلا في صفوف النادي الاهلي مستهلكين بسبب مواسم كتيره كانوا بيشاركوا فيها، بجانب طبعا النادي الاهلي بفوزه ووصوله الى المباراه النهائيه لثلاث مواسم على التوالي في بطوله دوري الابطال. ده عمل ضغط مباريات عليه المشاركه في كاس العالم للانديه، عنده اكتر من حاجه كانت ممكن تكون بتضغطه في الاجنده الخاصه بيه في البطولات، فرقت معاه وفرقت مع اللعيبه وضغطتهم بشكل ما، ولكن يعني هنشوف ايه اللي هيكون بيحصل في مستوى النادي الاهلي المقلق بالنسبه لجماهيره. لكن الطبيعي انه النادي الاهلي عادي زي اي فريق ممكن في وقت ما يكونش في افضل حالاته، ولكن بتبقى بقى السمات الكبار ازاي هتعود سريعا علشان تنقذ لو في حاجه حصلت تلحقها من الاول. وهنتابع، ادينا شايفين يعني الدوري بيشتعل وفي الاخر كله في مصلحه المشاهد اللي بيستمتع ببطوله الدوري المصري الممتاز. خلونا نروح لاصداء ما بعد المباراه وتعادل بالنسبه لفريق الجونه، اكيد نتيجه كبيره وإيجابية أنه قدر يحقق قدام الكبير النادي الأهلي عكس طبعا الوضع بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. ناخد تصريح من عماد السيد حارس مرمى فريق الجونة واللي قال بنعلم برحيل الجهاز الفني من 3 أيام وكنا عايزين نفوز عشان يعني نكرمهم لكن ما توفقناش، واعترف عماد السيد حارس الجونة أنه كان على علم برحيل الجهاز الفني من 3 أيام وقال كلنا كنا عارفين برحيل كابتن تامر مصطفى من 3 أيام وكنا عايزين نحقق الفوز عشان نعوضهم لكن ما توفقناش. أضاف أن المباراة بتعتبر بداية جديدة هيبني عليها الفريق وأظهرنا الالتزام في الملعب وهنستمر على هذا الشكل، وبنتكلم عن يعني رضا إلى حد كبير من قبل لعيبة نادي الجونة، وطبعا بيجي في مقدمتهم عماد السيد حارس مرمى اللي طبعا مرمى امبارح اتهدد بشكل كبير، كان موفق في قراراته والنادي الأهلي كان غير موفق في تسديداته، فبالتالي يعني بنتكلم عن نتيجة إيجابية إلى حد كبير طبعا نادي الجونة قدر يحققها امبارح. طبعا ويمكن لو هناخد الاصداء هنروح لي يعني واحد من كبار النادي الاهلي الكابتن طه اسماعيل، واحد من نجوم النادي الاهلي لاعبا وايضا كمدرب كمان، سبق ليه تدريب العديد من المنتخبات، منتخبات زي الاردن والسعوديه ويكفي منتخبنا الوطني المصري اللي كان اخر ولايه ليه سنه 94. اللي يعرف الكابتن طه اسماعيل معروف عنه هو صريح جدا وما بيهموش اي حاجه، لازم يقول رايه، وده خوفه النابع من حبه للنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، فلما يصف اي لاعب من النادي الاهلي باي وصف مش عايزين لعيبه تزعل، ولكن ده اكيد من المصلحه العامه على النادي الاهلي، لان هو امبارح لما اتكلم فيها الاستوديو التحليلي عقب المباراه كان واضح جدا ان هو مستاء من اداء النادي الاهلي وخصوصا اداء المهاجمين، لان هو لما اتكلم على المهاجمين قال ان هم عندهم رعونه او يعني ما عندهمش الوعي التكتيكي الكافي داخل منطقه الجزاء. شفنا اكتر من كوره تلاحم ما بين لاعبي النادي الاهلي بيخشوا على بعض، استهتار في انهاء الهجمه، ما فيش التسديدات اللي بالشكل الجيد. افتكر في كوره عرضيه تقريبا كانت من احد اللاعبين وصلت لصلاح محسن
حطها بالراحه جدا. يعني هو كان مستاء من كل الامور دي، ان مفيش الجديه اللازمه او الحميه اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي ان هم يحرزوا هدف او الثاني او الثالث. زي ما قلت هو ما كانش يوم النادي الاهلي، ولكن هرجع للكابتن طه اسماعيل لما هو اتكلم قال ان يعني التسليم والتسلم مش موجود عند لاعبي النادي الاهلي بشكل جيد. قال كمان ان اللعيبه عندها مشاكل في ارسال الكره العرضيه واستقبالها، وقال ايضا ان توقع الكره داخل منطقه الجزاء عند الخصوم مش موجود بالشكل الجيد، فبالتالي اللعيبه بتهدر الفرص. طبعا ده زي ما اقول لحضراتكم لقطات من المباراه، واكيد بعضا من تصريحات الكابتن طه اسماعيل اللي متعنا فيها الاستوديو التحليلي. واعتقد كل هذه الامور لازم على النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعبي قبل اي حد. كمان لما بقول للاعبين هم اللي يشوفوا يقيموا ادائهم، لازم طاهر محمد طاهر يقعد مع نفسه ايضا، ان هو واحد من النجوم الشباب الواعدين في المنتخب الاولمبي، لان طاهر بيمشي على ماتش او سطر ويسيب سطر، تلاقيه في ماتش متالق جدا سطر تاني او مباراه تانيه مش ماشي بشكل جيد. الحقيقه مش عايز اذكر لاعب لان هي كانت حاله عامه، حتى عمرو السوليه واحد من نجوم منتخب مصر واحد من نجوم النادي الاهلي والكابتن هنا وهنا، امبارح كان موفق او غير موفق بشكل كبير جدا كمان في استلام وتسلم، فقط كرات كتيره جدا، فبالتالي ما خلاش فيه افضليه للنادي الاهلي في منطقه وسط الملعب اللي تفوق عليه فيه زعزع وسيف العجوز اثنين من نجوم نادي الجونه. مش عايزين ننتقص من النادي الاهلي، لازم كمان نشيد بنادي الجونه، الحقيقه بنحييهم رغم ان هم عارفين الجهاز الفني راحل بقياده الكابتن تامر مصطفى، وضع الفريق مش افضل حال الحقيقه، بيؤدي مباريات ولكن مش موفق بشكل كبير جدا، سواء في مباراه الكاس اللي اخر مباراه ليهم خسروها من فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، يعني خارجين من الكاس بينافسوا على الهبوط، ولكن رغم كده ادوا مباراه كبيره امام النادي الاهلي. احنا كمان بنحييهم وبنقدم لهم كل الشكر لانهم يستحقوا اكيد ان هم يعني يشكروا على المجهود اللي بذلوه، زي ما احنا بنتكلم دايما على فرقه لازم ندي الفرقه الثانيه حقها كمان. يعني طبعا امبارح يعني كان في محاولات، ويعني كان في برضو شويه ثقه في النفس كان بيتمتع بها لعيبه فريق الجونه، لازم نشيد بيها بشكل عام لانه الوضع بتاعهم في الموسم ده مش افضل حال، وبيبقى صعب ان انت لما تكون بتتوالى عليك خساره ورا الثانيه ان انت تكون قادر تقف وتعمل مباراه كويسه وقدام نادي كبير طبعا زي النادي الاهلي، واللي تابعناها امبارح انتهت بالتعادل السلبي الاهلي في مواجهه الجونه، وهنشوف طبعا مشوار الفريقين فيما تبقى في مباريات الدوري. وبالنسبه طبعا للنادي الاهلي لسه في كاس، ولسه في بطوله كاس قديم، يعني لسه في مشوار كبير.